النهارده كان عندي اوردر المفروض ان انا اعمله وهيطلع بره، كان في بطايه في محاشي وحاجات، فللاسف المايه كانت قطعه. للاسف المايه كانت قطعه النهارده، فانا اتصلت ناس اعتذرت لهم ان المايه قطعه وما طلعتوش. فانا بقى قلت ايه، استغل الموقف واخد الحاجه، ان كده كانت اتاجل الجمعه الجايه، ان هم كانوا هياخدوه كل يوم الجمعه عموما. فايه قلت ايه، نعمل عزومه كريم بعد عيد ميلاده. طبعا السنه اللي فاتت كنا عاملينها في المطعم، السنه اللي قبلها كان في المطعم اللي تحت هنا، ان شاء الله السنه دي في البيت هنا. وصلنا بقى عزمنا اصحابه، قلنا نجهز من لهم عشاء تعشوا، وبعد كده ايه اهم حاجه العشاء، اهم حاجه في الموضوع العشاء، اهم حاجه البطن انت. بص بقى، ريش وحمام والدنيا وستيك والكلام على جمال النهارده ان شاء الله. لا نعمل عيد ميلاد كل يوم بامر الله ان شاء الله يا اخويا. فين انت حتى لسه عايش، ما اكلكش ولا ايه؟ لا يا ست، بناكل برضه بس ايه. طب مش عارف، يومين بتلف ورق عنب اهي، وانا بعمل حشوه الحمام وبعد كده اعملها، هعمل الحشوه السخنه بتاعت البط. عارفين البط بيبقى الحشوه السخنه حلوه، عشان كذا حد سالني على الحشوه السخنه. في بطايه اهي. يا كام كيلو حق البطايه دي؟ 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله. عامله الواحد هيصحح النهارده. 5 كيلو. وعاملين حمام اهو، وهسلق عندي لحمه بالعظم، هسلقها عشان نسقي منها اهي. وعندي ستيك هحط تحت ورق عنب، وعندي لحمه ضاني هعملها برده. وعاملين محشي بتنجان، ابتدى محشي كرنب وفلفل. كرنب ايه؟ ورق عنب. ورق عنب هنحط بالستيك تحت ورق العنب. هنا بقى حطينا البصل، ودي الكبد القوانص اهي، هنشوحهم بقى تشويح حلوه مع بعض، نحطهم شويه كده مع بعض حلوين. ادي شويه بهارات هنقلب كويس، وهنا حطيت لحمه عظم كده عشان ايه نعمل شوربه. الدهان ورق لورا، ونحط حبه فلفل اسود، ونشوحها كده ونغطيها عشان ايه تتحمر وايه وتستوي عشان نعمل شوربه. فلفل اسود اهو، ادي الرز اهو شوحه كويس، اجيب بقى ميه سخنه واغطيه واسيبه لحد ما يبقى تسويه ثلاث ارباع. بس نغطيه بقى ونسيبه يتشرب. صب اللول. بس كده ايه؟ تشرب نقطتين ميه بركه وكده خلاص، دي كده ايه؟ جاهزه معانا. بسم الله. عندي لحمه موزه هشوحها واحطها في الفرن، واحط ورق العنب. انا كنت هحط ستيك بس هحط الموزه احسن، والستيك هشيله مش هعمله، ملوش لازمه، الستيك قليل كمان. جاي تشوح كده تشويحه حلوه عادي. هحط الستيك ولا موزه؟ انا بدي اكل بقى بصراحه. ها؟ بتقول موزه مش شنطه يا بنتي. لسه جايبه 2 كيلو موزه، الكيلو ب 20 جنيه والله. 2 كيلو موزه؟ اه. بس عليك لسه بكره. ما تفكرش، بطنك حيقه منك لله. كده اللحمه دي هنحط بقى ورق عنب، هنا بقى هعمل الايه؟ ال حبه كزبره. فين الافضل تبقى البهارات صحيحه، للاسف ما عنديش عندي البهارات، بس النار تبقى واطيه قوي عشان البهارات ما تتحرقش. ما بحبش القرفه، مش عارفه القرفه. فلفل، حبه فلفل من ده، وما في بقدونس اتبقى هاتي حبه منه، وفلفل اهو. نحط كمان حبة خضرة من دول، في ليمون في الثلاجة، حط 3 4 5 6 بس على ليمون اهو. حط ايه، طماطم، حط
نعصر فيها ثلاث ليمونات. ودي تتبيله حلوه 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 منك لله. دي اسرع تتبيله ممكن تعملوها، حلوه قوي. املح بقى واسيبها فيها كده شويه كده تبل البطه واحطها في الفرن. انت مالك ومالك؟ خد من بلالين ما تيجي تعبيك. والنبي يا مريم ما تضايقيش. مريم ما تضايقيش هاش يا مريم. هي خايفه من البالونه. ما قلت ما تخوفهاش بالله. ما تنفخهاش جنبها. يا لولو. لولا ايه؟ بسبوسه. لا ما تحط بابيب الغموض ده كان مش فاهم. وفين اشاره مرور؟ ابص بقول له صوري. ادي اهي التتبيله الحلوه دي. بوظ ام مرهم شايفين لي البنات. اذا لكم طعمها حلو قوي التتبيله دي اهي. انا عاوز بحب على الطبيب والله بلا منظر. حط كده جوه شويه حلو. هغطيها طبعا بورق فويل. انا عايزه ايه؟ اه بس انت واحده بضحك. حطها بورق فويل واحطها في الفرن. هتعمل ازازه اللبن بسرعه يا مريم. وكان في صفيحه صلصه هنا يا مريم. مريم شريف. هاتيها يا مريم. ايوه هاتيها هات ازازه اللبن. خلي المحشي وشه احمر كده. جه يا عبد الله، قول لعبد الله اول ما يلمحه داخل ناحيه العماره يقول له حاضر. حاضر. بسم الله ما شاء الله جميلة. بسم الله ما شاء الله. اللي يحط له شويه حاجه بتاع السخن يا عادل يوديها على السفره. حاضر يا حاج. زي ما انت كنت عامل زي ما انت. ده نص. بس انا خلصت.